بعد ما شرحنا الدي فاشيا اوف ذا ساي اللي هي كانت بتغطي منطقة الساي تماما ولا تظهرها للعين المجردة بمجرد فتح الجلد، هنجد الطبقة اللي تحتها هي طبقة عضلات الساي او المسلز اوف ذا ساي. احنا الساي بنقسمها لتلات اجزاء. مين اللي قسمها؟ الانتر ماسكولار سيبتا اللي كان ميديال ولاترال وبوستيريور انتر ماسكولار سيبتا. قسموا لي الساي الى ثلاثة كومبارتمنتس. الكومبارتمنت الاولى اللي كان اسمها الفرونت اوف ذا ساي او الانتيريور كومبارتمنت او الفرونت اوف ذا ساي، هذه الكومبارتمنت كان يوجد بها عدد مجموعه من العضلات. العضلات اللي بتشكل الفرونت اوف ذا ساي كانوا عضلات عديده. اول عضله فيهم اسمها سارتوريوس، دي كانت عضلة مفردة، العضلة الخياطية، وكان في أربع عضلات مع بعض بيكونوا جروب واحدة لأنهم طالعين بأربع رؤوس مختلفة لكن نهايتهم كانت نهاية واحدة، اسمهم الكوادريسبس. وفي عضلتين صغيرين تبع الفرونت اوف ذا سايب بس من أعلى السرتوريوس، يعني السرتوريوس كانت حد فاصل بين عضلتين أعلى منها وأربع عضلات أسفل منها. العضلتين الاعلى واحدة اسمها الياكس، واللي تحت البلاد فيزلز مش باينة اسمها السوس ميجور، والاتنين مع بعض رغم ان الاوريجين مختلف لكن الانسيرشن واحد في الليسر تروكانتر اوف فيمر، فعشان كده بيسموهم الاليو سوس. اذا عضلات الفرنت اوف ذا ساي هنقول السرتوريوس واحد، فوق منها الاليو سوس الياكس اهي، والصوص مختفية تحت الفيزلز، ثم الأربع عضلات اللي بيكونهم جروب واحدة اسمها كوادريسيبس، كوادري يعني أربعة وسيبس يعني هيدز، فيموريس فخذية يعني العضلة ذات الأربع رؤوس الفخذية. طيب تعالوا نتناول هذه العضلات واحدة واحدة، نبتدي بالسرتوريوس العضلة الخياطية. في هذا الدياجرام اليدوي التوضيحي كانت الطبوغرافيا هذه المنطقة بتقول ان ديت ده منظر انتيرو لاترال، ادي اللي ايه الهبون انتيرور سويلك سباين، وادي الانتيرو انفيرلك سباين، وادي عندي الهيد اوف ذا فيمر عامل ارتكوليشن مع الاسيتابيلوم، وادي بقية الفيمر بتاعتنا، ادي الابر اند فيها هيد وهناك جريتر تروكانتر وليسر تروكانتر، وادي شافت ونهايتها اللور اند فيها اتنين كوندايلز، الميديال كوندايل ولاترال كوندايل، ثم ديت التيبيا. التيبيا لها اتنين كوندايلز، ادي ميديال ولاترال، وادي تيبيال تيبروزيتي، وادي الشافت، وادي اللور اند على الميديال سايد في الميديال مالولاس. دي كانت توبوغرافيا هذه هذه المنطقه. السرتوريوس اول عضله من عضلات الفرنت اوف ذا ساي. قبل ما نحكي على السرتوريوس لازم نحط قواعد عامة عند الكلام عن أي عضلة، زي ما حطينا قواعد عامة للكلام على أي فيزل أو نيرف أو لمفاتك، هنحط قواعد عامة للكلام عن أي عضلة. إيه القواعد العامة ديت؟ رؤوس موضوعات الكلام عن أي عضلة هما أربعة أساسيات وواحدة تختلف باختلاف الظروف. الأربع النقاط الأساسية هي الأوريجين، الإنسيرشن، النيرف سبلاي، الأكشن. أدي الأربع نقاط الأساسية. وكل عضلة لها خصوصية اسمها الريليشنز أو العلاقتها بالأنسجة والأعضاء اللي حوالين منها. تعالوا نشوف السرتوريوس طبقا لهذه القاعدة. فانا عاوز اتكلم على الاوريجين والانسيرشن والنيرف سبلاي والاكشن من خلال هذا الدياجرام التوضيحي. هعيده مره تانية. الاوريجين انا هعمله بالاحمر، والانسيرشن هعمله بالازرق. نتتبع البدايه اللي هي الاوريجين والنهايه اللي هي الانسيرشن، نشوف بدايه العضله فين ونهايتها فين. ادي البدايه من هذه النقطه، اما النهايه فكانت عند هذه النقطة. فالنقطة اللي من أعلى الأوريجين بتاعها كان من اللور بارت أوف ذا أنتيريور سوبيريور إلياك سباين.
اما الانسيرشن فكان في هذا السيرفس من الشافت اللي هو الميديال سيرفس في الابر بارت منه، يبقى الانسيرشن انتو ذا ابر بارت اوف ذا ميديال سيرفس اوف ذا شافت اوف تيبيا. في منطقه فيها تلات عضلات بيحطوا انسيرشن فيها، عاملين زي رقم عدد 111 اسمها الاس جي اس. الاس الاولانيه في الامام هي ترمز الى السارتوريوس. يبقى انا كده خدت الاوريجن واخدت الانسيرشن. اما النيرف سبلاي، النيرف سبلاي بتاع هذه العضله هو النيرف سبلاي لكل عضلات الفرونت اوف ذا ساي اللي هو الفيمورال نيرف. اما الاكشنز بتاعت هذه العضله، الاكشنز هتعمل فليكشن اوف هيب وفليكشن اوف ني، يعني تتني الهيب وتتني الني. طيب وتعمل ابدكشن اوف ذا ساي، تشد الساي كلها تطلعها بره اواي فروم ذا ميدل لاين، حركه اسمها الابدكشن، وفي نفس الوقت تعمل لاترال روتيشن اوف ذا ساي. في خصوصيه للعضله ديت؟ ايوه في خصوصيه، ذكرنا العضله دي مره قبل كده، ذكرناها في الكورس اوف جريت سافنس فين، لما قلنا ان الجريت سافنس فين عبر مساري كان ماشي فوق هذه العضله. اما قلنا it ascends upwards in the medial side of the thigh along the sartorius، يبقى ماشي عليها فوق منها الجريت سافنس فين. طب اصل الاسم سارتوريوس جيت منين؟ سارتور دي كلمه لاتيني تعني باللغه الانجليزيه تيلور، خياط. طب ايه علاقه الخياط بيها؟ البوزيشن اللي بتعمله الاكشنز بهذه العضله، هذا البوزيشن اللي بتعمله هذه العضله هو نفس البوزيشن اللي الخياط بيقعد فيها على باب الدكان بتاعه وهو بيخيط بيحيك الملابس بتاعته، اللي هو فليكشن هيب فليكشن ني ابدكشن ساي ولاتر روتيشن اوف ايه اوف ذا ساي. هذا هو البوزيشن اللي كانت فيه العضله الخياطيه تسببت في احداثه في اللور ليمب لما تعمل الكونتراكشن بتاعها. من هنا جه اصل الاسم اللي هو العضله الخياطيه.